ميني ستوديو. هلا جديد الاميني ستوديو بلشت على شاشة ام تي في. هاي دومي اليوم نهار الجمعة يعني الحلقة بتكون ولعنة من اولها لاخرها والفقرات اللي بتنطروها كل يوم كمان موجودين اكيد مش انت بدك تطفيها هيدا اكيد فاذا مثل ما كنت عم بقول لكم اليوم عندنا فقرات كثيرة عندنا 1 مينت قد بقى الاف عندنا جوي كلوب عندنا سوشيال ميديا عندنا كويستشن اوف ذا داي وعندنا باز الفقرة يلي عم تنطرها دومينيك مؤخرا كثير اليوم في اخبار كثير حلوة عن تايلور سويفت وعن سيلينا جوميز سو ويت لاخر الحلقة في شيء عن هانا مونتانا لا ما في شيء عن مايلي سايرس خلص مش كل يوم بركي بركي التنين او اوكي خلص مرة ثانية نهار ايه نهار لا بجيب لك شيء عن مايلي سايرس بس اغنية مش مايلي سايرس صار عندي غير ايمج لها هانا مونتانا جريت خلينا نضل هلا بميني ستوديو ونبلش باول فقره لليوم لما نضيع وقت كثير بلاكي تو بي يونغ 1 مينيت قد بقى الاف انا وقت اكبر بدي اصير معلمه وبعد الظهر بدي اغني مع كيكي بميني ستوديو بدي اعيش ببيت معمول من البوبو والشوكولا ما بيخلصوا ابدا بدي جمع مصاري لاشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية للعبد لكل طموحاتهم نحن حاضرين اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف اللعبة يلي كلكم عم تنطروها 1 مينيت قد بقى الاف عم نلعبها كل يوم بميني ستوديو مع بنك ليبانو فرانسيز لتتسجلوا بهيدي اللعبة بطريقة كثير هينة كل اللي عليكم تعملوه تفوتوا على السايت اللي هو www.luckytobeyoung.com رح نفتح السايت هلا قدامكم لنشوف كيف معقول نتسجل بهيدي اللعبة بنفوت على الكيدز سكشن هن في ثلاثة في كيدز وتينز و 18 بلس بما انه نحن كيدز بنفوت على تبع الكيدز بس نفوت على تبع الكيدز بتفتح ونكبس على الكاروية اللي تحت اللي هو win $100 to register with mini studio نكبس عليها بس نكبس عليها تفتح الابليكيشن فورم فيها فيرست نيم لاست نيم ديت اوف بيرث فون نمبر موبايل نمبر ايميل مسج وكثير غيره من المعلومات بتعبوا كل المعلومات اللي مطلوبه ونحن وانس بتوصلنا هالابليكيشن بنتواصل معكم وبندعيكم تانوا تشتركوا ب 1 مينيت قد بقى الاف لايف على الهواء معنا بميني ستوديو وبنك ليبانو فرانسيز اليوم مين المشتركين مثل ما عملوا ادم وميغن اليوم رح نحكي مع ادم ومع ميغن مين اولك بيربح رح نشوف انا بحكي مع ادم وانت مع ميغن يلا الو هلو هاي ادم بونجور كومون سافا نحن كثير منيح وانت سافا بيان قد ايه عمرك ادم؟ 8 سنين يلا رح نبلش هلا قبل ما نبلش خليني اسالك سؤال شو رايك تعمل لما تصير كبير؟ مو كون جو سيري كون كون جو سيري كون كاس تو في فير؟ كون سيري بالقضاء بالقضاء؟ ايه اوه كثير منيح برافو يلا بدك اقول لك اياهم بالفرنسي او بالانجلي ادم؟ فرنسي صح؟ لا بالفرنسي فرنسي يلا 3 2 1 توب 1 بلس 3 4 مظبوط 3 بلس 8 11 8 بلس 9 مظبوط oui. 4 plus 6 لا يلا اوكي 9 moins 3 انت بتساعدي ادم وانا بساعد ميغان لنكون فير اوكي اوكي 4 moins 4 0 21 plus 7 بعد معك 14 سنة علي ادم plus vite 28 oui. 6 moins 2 8 oui. غلط 7 plus 6 0 وخلص الوقت خلص الوقت رح نشوف السكور تبع ادم قد ايه هو ادم 600 لاعب كثير منيح 600 وجمع 600 نقطة بس اللعبة بعد ما خلصت انا بعد ميغان رح نحكي معها هلا دومي رح تحكي معنا نشوف قد ايه رح يكون السكور تبع ميغان الو الو هاي ميغان كيفك؟ منيحة ميغان قد ايه عمرك؟ 8 8 سنين شو بتحبي تصيري بس تكبري؟ ميك اب ارتست
ميك اب ارتست. واو حلوين ميك اب اليوم. ايه عم تحضرينا على التي في؟ ايه هاي. اوكي ماجن شاطره بالمات؟ ايه يلا منبلش. ايه 3 2 1 top 5 plus 4. Nine. Bravo. 8 minus 3. Five minus four. One. 4 minus 2. اللي شفتك عم بتساعده. مثل ما أنت ساعدت آدم. 2 مزبوط. Bravo. 5 plus 5. 10. شاطرة ميغان. 9 minus 8. One. Bravo. هينها. 4 plus 7. 11. Bravo. 10 plus 2. 12. 14 minus 7. 7. Bravo. 9 plus 9. 5. 4. 3. 2. 18. 5 plus 1. خلص وقتك ميغان. بس برافو ميغان لعبت كثير منيح. جمعت شي 1000 نقطة بركة. 1000 نقطة على طول دومي بتصيبها اكزاكتلي. أنا مرار أقل 100 أو أكثر 100 دومي بتصيبها على قدهم. أنا معهم 1000 نقطة. برافو ميغان. فإذا مع هيدا السكور ميغان هي يلي بتكون ربحانة. بدنا نقول برافو للاثنين، اثنيناتكم لعبتوا كثير منيح. بس بما إنه بهيدي اللعبة بدنا نعتمد على السكور الأعلى لليوم، سكور ميغان هو الأعلى وهي بتربح لك تو بيون كارد يلي عم نشوفها قدامنا على الشاشة. ميغان هيدي البطاقة بتخليك تحصلي على خصومات بمحلات عديدة، حساب باسمك ببنك بانو فرانسيز مع 100 دولار. 100 دولار. ألف مبروك. ضروري تحفظوا السايت يلي من خلاله بتقدروا تتسجلوا بهيدي اللعبة اللي هو www.luckytobeyoung.com. أكبر بدي أصير حكيم. لا بدي أكون فريق من استوديو. لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبه. بدي يكون عندي طيارة لأبرم العالم وأمير بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس. لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم من البي ال اف. فإذا دومينيك رجعنا لنكفي بكل الفقرات تبع اليوم، وهلا بدنا نروح على السوشيال ميديا لعند دومينيك لنشوف شو في عنا اخبار. كثير اخبار سبايسي اليوم سوشيال ميديا. عم نشوف كلنا سوا. اوكي قبل ما بلش باخبار السبايسي مثل ما قال الي، بدي اذكر كل اصحابنا بكل وسائل السوشيال ميديا تبعنا يلي هن فيسبوك ميني ستوديو، انستغرام @ميني ستوديو، تي في شو، وتويتر @ميني ستوديو كلوب. فاذا هول هن كل وسائل تبع السوشيال ميديا يلي فيكم تتواصلوا معنا فيهم، تبعتوا لنا مسجز، فيديوز. هذيك مره حضرنا فاني فيديو كثير مهضوم. فيكم تبعتوا لنا بيكتشرز، مسجز يلي بدكم اياه، اكيد نحن بنفرجيهم هون بالحلقه. واكيد اكيد اكيد كثير مهم انه تفوتوا على تويتر تعملوا لنا فولو على @ميني ستوديو كلوب، لانه اليوم شو في؟ في question of the day. بس مش هلا رح اقوله، قبل بدي اقرا مسج وبدي اقول هاي لاصحابنا يلي عم يحكونا. رح فوت على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو وانا بلا فوت على تويتر. اوكي عنا هيدا السبت بلومول دبي وبلومول سن الفيل. اكيد ميني ستوديو كل سبت بيكون هونيك من الساعه 3 للساعه 5، فاذا اكيد فيكم تروحوا تلاقونا هونيك وتلعبوا معنا ونعمل ارتس اند كرافتس وكمان شو كثير مهضوم. بدي اذكر كل اصحابنا انه الجمعه الجايه بيكون هالوين وميني ستوديو رح يكون بكثير محلات، فاذا everywhere. فاذا فوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو شوفوا وين رح نكون، لانه حاطين فلايرز اكيد هيك بتعرفوا اكثر معلومات. واذا عندكم حيلا سؤال اكيد فيكم تتصلوا على 0385-8687. دومي خلينا نقول شغلة كمان، انه خلال الاسبوع الجاي رح نحكي كل يوم عن ايفنت رح نكون فيه بهالوين موجودين بمحل معين، رح نحكي عنهم كلهم خلال نكست ويك. كل يوم بنحكي عن ايفنت بركة. صح. وهلا صار وقت ان اقرا مسج من سوشيال ميديا اللي نحن وعم نحكي هلا عم بيصلنا مسجز كمان. صح وتويتس كثير. كثير حلو هذا الشيء. بدي اقول هاي ل ليلي واندري وجريس وروجي وإلي عم بيحضرونا كلهم. خمس هن صح؟ yes. روجي وإلي وليلي وجريس واندري، خمس اخوه عم بيحضرونا هلا بحبونا كثير.
نحن بنبعث لهم بوسه اكيد حضرونا كل يوم. بدنا نقرا مسج من جو يونان بيقول هو انه اشترك معنا ببقى الاف وكثير انبسط بس ما ربح. بنقول له معليش جو، مش ضروري انه بس نربح، مهم انه نشترك ونلعب ونتسلى. بيقول هن انه كثير كثير بحبنا وانه بحب دائما يلعب معنا. فاذا جو اكيد فيك تشترك هلا بالكويستشن اوف ذا داي يلي رح اقوله هلا. صح، يلا بنقوله. اوكي ركزوا كثير منيح، الكويستشن اوف ذا داي تبع اليوم فيه ترو اور فولس. اوكي اوكي، يعني yeah. لازم تجاوبوا ترو صح او غلط. ترو اور فولس. السؤال بيقول rabbits are born blind، صح او غلط؟ هل الارانب بيخلقوا عميين ما بيقشعوا؟ اذا عندكم جواب لهذا السؤال فوتوا هلا على السريع على اتمني ستوديو كلوب، لانه باخر الحلقه شخص واحد منكم رح يربح معنا كادو. بنتركها سوربريز لاخر الحلقه لنشوف شو هو الكادو يلي رح يربح. بدنا نربح جو يونان قبل على المسج تبعه. يلا بنشوف شو ربح معنا جو. ربح معنا شيء كثير طيب. شو يعني؟ جانبالي. جانبالي مزبوط. فإذا هيدا الكادو تبع جو، ألف مبروك. كلكم فيكم تربحوا بمجرد أنكم تبعتوا لنا حيالله مسج أو صورة على إنستا، تويتر وفيسبوك. ولكن هلا بدي أرجع أذكركم إنه السؤال بيقول هل الأرانب بيخلقوا عميين ما بيقشعوا؟ إذا عندكم جواب على السؤال فوتوا على أتمني ستوديو كلوب وبعتوا لنا جواب تبعكم. نحن رح نطلع بريك صغير وراجعين أكيد لنقرا كل التويتس يلي بعتون بميني ستوديو. ميني ستوديو. رجعنا لنكفي بفقراتنا يلي ناطرينهم، وهلا صار وقت انه نشوف اخبار المشاهير يلي بنحبهم كثير ببز. رح نحكي بالاول عن ستار انا بحبها كثير شخصيا، دومينيك ابو دبس. لا من بعد دومينيك تجي من المرتبة الثانية. اوكي مين؟ مين بتقولي؟ مين أكتر هيك فنانة أنا بحبها؟ تايلور سويفت. لا في قبلها. اوكي روق رح فكر. يلا سيلينا جوميز. يس رح نحكي عن سيلينا جوميز يلي أطلقت الألبوم تبعها ريفايفل قلنا من قبل بميني ستوديو، ولكن خبرية اليوم بتقول إنه بثلاث أيام بس قدرت تبيع أكثر من 117,000 نسخة بهيدا الألبوم. وكرمال هيك دغري تصدر الألبوم تبع سيلينا جوميز ريفايفل توب تشارتس وطلع توب 1. واو بسرعة قياسية، ولا مرة حدا قدر بهالسرعة يكون توب 1. سو سيلينا بيعتبروا انه عملت انجاز كثير كبير بالالبوم يلي عم تعمله. اصلا اذا بنسمع الالبوم اي غنية فيها بنعرفها؟ سيم اولد لاف سمعناها مش من زمان. في كمان ريفايفل اكيد ضمن الالبوم. في كثير غنين قلنا عنهم كمان. في جود فور يو كمان ضربت كثير هون بلبنان. فاذا بنسمع الاغاني بنعرف انه الالبوم رح يحقق نجاح كثير كبير لانه شغل عليه سيلينا كثير منيح. عملت شي في كونسرت؟ لا هلا بعد ما اطلقت التور تبعها، بس قريبا رح تبلش بالامريكان تور. أوكي. رح نتابع كل اخبار سيلينا ونحكي عنهم اكيد اول ما نعرف خبريه جديده، ولكن هلا رح نسمع اغنيه من ريفايفل لسيلينا جوميز سيم اولد لاف. So sick of that same old love. That shit, it tears me up. I'm so sick of that same old love. My body's had enough. Oh, that same old love. Oh, that same old love. I'm so sick of that same old love. Feels like I'm blown up. I'm so sick of that same old love. The kind that breaks your heart. من سيلينا جوميز مننتقل لأنذر سكسس ستوري. مين؟ قلتي قبل شوي. تايلور سويفت. تايلور سويفت. تايلور سويفت طلعت نمبر 1 سينجر لهيدي السنة. ليش؟ لأنه قدرت تحقق نجاح كتير كبير من بعد الأعمال يلي أطلقتها وجمعت ثروة قيمتها قد إيه دومينيك؟ ما عندي فكرة بس إنه أكيد كتير. أوكي فيني أقول لك إنه طلعت تايلور سويفت هيدي السنة بس 100 مليون دولار. Which is huge، يعني رقم ما حدا بيقدر يستوعبه. 100 مليون دولار قدرت تطلع خلال السنة. بس أنا اللي بيخليك تعجبي أكتر من هيك قديه بتطلع بالحفلة الوحدة تايلور سويفت؟ بطل بدي أعرف. بطل بدي أعرف. بالحفلة الوحدة تايلور بتطلع مليون، ما بعرف، 4 ملايين.
4 ملايين دولار بتطلع بالكونسرت الواحد تايلور، مش هيك قدرت تحقق ثروه كثير كبيره وطلعت نمبر 1 ارتست فور ذس يير. طب انا كمان بدي اعمل كونسرت. انا برايي تروح تغني دومينيك. رح غني. Je mets le pouce devant, je mets le pouce derrière, je mets le pouce devant, je fais le tout petit rond. ما رح تطلعي ولا ليره. عن جد شو قولكم؟ إذا بعمل كونسرت بجمع هالقد مصاري؟ أنا بقول أكتر بكتير. فإذا هيدي هي الخبرية عن تايلور سويفت. أكيد تايلور عم تشتغل كتير على حالها وعم بتجمع كتير مصاري لأنه عم تشتغل كتير، يعني الورك تبعها عم بيكون هالقد واضح إنه مشغول بطريقة كتير بروفيشنال وبتستحق كل يلي عم بتعيشه هلا. رح نبقى مع تايلور سويفت ونرجع شوي لورا، رح نحضر هلا كتير مهضومة. We are never ever ever getting back together. أوكي عرفتها بحبها. We broke up the first time, saying this is it, I've had enough. 'Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. حلو الغنية لا؟ ضروري نقول انه هذا الفيديو دومينيك مصور وان شوت، يعني بلشوا من اولها لاخرها، ما وقفوا ولا لحظة، ما عملوا كات يعني وغيروا تيب وغيروا مشهد. اه نايس. كله سوا بلشوا من الاول للاخر. بصير احلى الفيديو كليب بس تعرف هيك شيء. كان كثير سبيسيال. نايس. هلا رح نكفي بالكويستشن اوف ذا داي يلي طرحناه من شوي، رح نشوف على تويتر شو الاجواء. رح نعيد السؤال هو ار رابتس بورن بلايند. صح. فإذا ترو أور فولز أكيد جابونا على تويتر @ministryjoeclub لأن بآخر الحلقة السيستم رح ينقي الشخص رح يربح معنا كادو كتير حلو. شو إلي؟ شو عم بيقولوا التويت؟ رح نبلش على تويتر. في عنا إلي مجدلاني عم بيقول منورين جايز ومصور لنا التيفي لأنه عم يحضرنا. هاي إلي. هاي إلي. في عنا جانا عم بتقول هاي كمان. عنا هالة عم بتقول I love you all mini studio. جانا عم بتقول ترو. بعت تويت تاني. أوكي. عم بتقول ترو. تولين عم بتقول كمان ترو. لين عم بتقول ترو. عنا رنا جاد بيان ابنها عم بيبعت يس انه ترو. عنا هلا كمان بعت ترو. عنا سوزانا هاي من ستوديو كلب فروم ياسمين اند دانييلا. بدنا نقول هاي لياسمين اند دانييلا بنحبهم كثير. عم تقول انه ترو كمان. عنا بعد كثير. عنا كلوي عم بتقول ترو. اجمالا اليوم كلهم ترو، بعد ما شفت ورا ولا وحده فولس. رح نشوف اذا حدا رح يقول فولس من هلا لاخر الحلقه، واكيد باخر الحلقه رح نعلن عن الجواب المضبوط. فانتورونا لاخر حلقه من الاستوديو لليوم. بس هلا رح نقول هابي بيرثدي لشخص عيد ميلاده اليوم مع جوي كلب. إلي اليوم مع جوي كلب رح نتعرف على كوستيوم البيغات. فيها حطة الكاش اي. بس انا حطيت الرؤية شو اللي عملت تبعي وانا لحط هيدا مع انه هي هلا لكم بس حلوة. اوكي حتى انت مع الكوستيوم هيك لنجرب هيك كمان تطلع مهضومة انت مع كل الشيء يعني مع كل الشيء فرجيني هيك زبط لك اياها كابتن جاك سبارو. ها بس عن جد حلوين لا مبين بايرت فيري نايس جورج اور الين
Very nice. حلوين هيدول. بتعرفي بكره على هالوين بركي بلبس بايرت، ما كنت افكر بعد شو بدي البس هالوين. بايرت؟ ايه فيك احنا عندك الاكسسوارز وانت بتلبس من عندك شي ليذر جاكيت مثلا. مثلا فينا. شميز بيضاء. اصلا بنقدر نلاقي كوستيم بعتقد كمان عن جوا كلوب. اكيد صح؟ كلهم عندهم اكسسوارز للولاد للكبار وللصغار. صح. وي فاذا عن جوا كلوب فيكم تلاقوا كل التياب يلي بدكم اياهم، عندهم للبنات، عندهم برنسسز كثير مهضومين، وفي لنا لنا للكبار كمان، مثل ما هلا شفتوا ايليا عم حط بايرت اكسسوارز، في كذا اكسسوارز كمان غير رح نبقى نفرجيكم اياهم كرمال تلحقوا تروحوا تشتروا يور اوتفيت قبل 31 اكتوبر يلي هو نهار هالوين. ومن هلا لوقتها رح نعرفكم نحن هون بميني ستوديو على احلى الكوستيومز يلي بتلاقوهم عن جوا كلوب، اليوم دومينيك نقيت كوستيوم كمان لاصحابنا الصغار هالك. حط الماسك دومينيك. كيف قولك انا عبالي البس هال ان هاي فيها عضلات اذا بتعمل زوم الكاميرا. بتعرف انه بالعاده بنلاقي كوستيوم مثلا بنلاقي هالك بنلاقي كل الاشخاص الشخصيات اللي عم نشوفها، ولكن الكوستيوم من عند جوا كلوب بيكون عن جد معمول بطريقه انه في عضلات وبيبقى نافخ اذا بتلاحظوا مبين على الكاميرا انه نافخ على الكاميرا انه في البس الوجه في العضلات البس الوجه اذا بدك. هات الكوستيوم حط الوجه بنرجع بنحط الكوستيم تحته، حط الكوستيم هيك. واو. Don't mess with me, okay؟ رح نشوف اليوم عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد مين اليوم دومي؟ اليوم عيد ميلاد أحمد وعمر، هن تو براذرز عمرهم 7 سنين، حتى نحكي معهم. يلا، نقول لهم هابي بيرثداي. ألو. ألو. هاي. هاي. كيفك؟ مين معنا أحمد أو عمر؟ منيح. مين معنا احمد او عمر؟ احمد. هاي احمد. 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 احمد عمر حدك؟ هاي احمد. خلينا نطلب منك طلب او قبل ما نقول له هابي بيرثدي بدي اطلب منك تسمعنا من التليفون من الاباري اللي معك، تحط التي في ميوت على الاخير يعني ما بقى نسمع ولا شيء من التي في، نسمع من الاباري. اوكي احمد بعدك عم تسمعنا؟ الو. ايه احمد، كنا بدنا نقول لك انا ودومينيك اليوم هابي بيرثدي، بدنا نعرف قد ايه بيصير عمرك. ايه قد ايه بيصير عمرك؟ 8 8 years. وخيك عمر؟ عمر 6 سنين. فاذا هابي بيرثدي لك، وجوا كلوب رح يقدم لك هديه كثير حلوه بنشوفها كلنا سوا على الشاشه. الهديه من جوا كلوب هي شو بتقولي دومينيك؟ مونوبولي. هيك بيلعبوا سوا فيها اثنيناتهم. فاذا هيدي هديه جوا كلوب لك عقبال المية منا ومن كل التيم تبع ميني ستوديو، بنقول لك هابي بيرثداي. على السريع قبل ما نختم حلقتنا بدنا نشوف مين يلي ربح معنا اليوم وشو الجواب المضبوط يا دومينيك. رح نقوله شو هو الجواب المضبوط. الجواب هو ترو. فاذا مضبوط انه رابتس بس يخلقوا بيخلقوا بلايند. صح. ولكن مين يلي ربح اليوم بالكويستشن اوف ذا داي؟ رح ننطر السيستم لينقي اسم واحد بس ويصير معنا ومنقلكم اكيد مين يلي ربحان. مين بتقولي معقول يربح اليوم؟ ما عندي فكره لانه كذا حدا بعت كانوا كان في كثير تويت. ثانك يو على كل التويتس، نحن قريناهم كلهم لو ما لحقنا نقريهم على الهواء، بس لانه في كثير تويتس يلي طلع حظه اكيد كل يلي انبعثوا هن بفوتوا على السيستم والسيستم راندملي بنقي رقم. بهالوقت بدي ارجع اذكركم انه تلاقونا السبت بلومون من الساعه 3 للساعه 5، وانا بتمنى لكم a very nice weekend. شو صار عنا اسم؟ صار عنا اسم، الاكونت هي باسم جاستن بيبر بس بس اللي عم تستعمل الاكونت اسمها جنى، بعتي اسمها كمان، هي اللي ربحت معنا اليوم بالكويستشن اوف ذا داي. بدنا نقول لك الف مبروك يا جنى، رح نشوف شو الكادو تبعك. برو ماكس رح تعملي هايكينج بلبنان. You are invited to join us as we go on a hike in the woods. Yes. خلصت حلقة مين ستوديو لليوم، ان شاء الله تكونوا تسليتوا. موعدنا معكم بتجدد بكره بنفس الوقت انا ودومينيك وبس على الام تي في. باي باي.